السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح يونيت 8 in kindergarten، يعني في الحضانة، وده يونيت 8 for primary 6 للصف السادس الابتدائي، مع أسماء زي say the alphabet, blow the bubble, build a sand castle, catch a butterfly, peel an orange, throw a ball, count to 10, spell the word, cut out a heart, speak English, ride a bike, clean the board. دي الأفعال اللي دائما بتأتي مع أسماء وبنسميها الكوليكيشن. say the alphabet بيقول الحروف الأبجدية، blow the bubble بينفخ فقاعات، build a sand castle بيبني قلعة على الرمال، catch a butterfly بيمسك فراشات، peel an orange بيقطع برتقانة ويقشر برتقانة، throw a ball بيقذف كرة، count to 10 بيعد لحد 10، spell the word بيشتهج الكلمة، cut out a heart يعني بيقطع قلب، أشكال على شكل قلب يعني، speak English يتحدث الإنجليزية، ride a bike يركب دراجة، clean the board بيمسح السبورة، say the alphabet، blow the bubble، build a sand castle، catch a butterfly، peel an orange، throw a ball، count to 10، spell the word، cut out a heart، speak English، ride a bike، clean the board. وهنا هنشرح الأوردر، يعني الفعل في الأمر، والفعل في الأمر بنحط في الأول الانفينيتيف وبعدين the rest of sentence. يعني إيه؟ بنحط مصدر الفعل الأول وبعدين بنكمل بقية الجملة. clean the room، clean the room، نظف الحجرة، وهنا السبجكت ما بيبقاش موجود في الجملة، مصدر الفعل من غير السبجكت، بعدين بنكمل بقية الجملة. clean the room، وهنا الجملة في الانفينيتيف، في الافيرماتيف، سوري، clean the room، the sentence in affirmative، الجملة في الإثبات. لما بحب أنفي الجملة في الأمر، don't plus infinitive، بنحط الـ helping verb don't، بعدين بنحط مصدر الفعل. don't open the door، don't open the door يعني لا تفتح الباب، don't open مصدر الفعل، بعدين بنكمل بقية الجملة، وهنا برضو الفاعل محذوف. verb be in present و in past. verb be في المضارع والماضي، with he و she و it is، we و you they are، I am، I am، we و you they are، he, she, it, is. في الباست بقى I, he, she, it بيبقى was، you و we و they بتبقى were. في الباست I, he, she, it was، we، you، they were. هنا هنشرح الابيليتي اللي هي المقدرة، ازاي بنعمل جملة بنحط فيها الابيليتي، مقدرتنا ان احنا نفعل اي حاجة. can plus infinitive، وكان بتيجي مع كل subject، مع I, we, you, they, he, she, it، وكان هنا بمعنى أستطيع، يبقى all subject can plus infinitive، وكان بيجي بعدها مصدر الفعل، وهنا الجملة بتبقى في present وفي affirmative في الإثبات. يبقى I can speak English يعني أنا أستطيع تحدث الإنجليزية، I can speak English. لما أحب أنفي بقى all subject can't
plus infinitive. He can't swim. He can't swim. يعني هو لا يستطيع السباحة. هنا الجملة في البريزنت في المضارع. لما نحب نعمل الاستطاعة في الماضي بنحط could plus infinitive. Could plus infinitive. ده الماضي بتاع كان. Could بتبقى كان في البريزنت وكود في الماضي. I could count to 10. I could count to 10. أنا أستطيع العد لعشرة. أو أنا كنت بستطيع العد لعشرة. وهنا could plus infinitive. She couldn't sing. She couldn't sing. يعني هو لا يستطيع الغناء. لما أحب أنفي could بتبقى couldn't. لما بحب برضو أعبر عن المقدرة ممكن بنستخدم الإكسبريشن دوا when subject was or were little subject could or couldn't infinitive. يعني بنحط when في الأول بعدين بنحط السبجكت اللي هو الفاعل بعدين بنحط was or were حسب السبجكت الموجود little بمعنى صغير الجملة التانية بتبتدي بالسبجكت could or couldn't وبعدين infinitive. هنا هنوضح الكلمة دي في المثل when I was little I could swim عندما كنت صغيرا كنت أستطيع السباحة when I was little I could swim when we were little we couldn't play football well when we were little we couldn't play football well عندما كنا صغيرين نحن لا نستطيع لعب كرة القدم جيدا. When أحمد was little, he could peel an orange. عندما أحمد كان صغيرا, هو كان بيستطيع يقشر البرتقالة. يبقى هنا الجملة هتبقى when subject was or were little. الجملة التانية بتبقى subject could couldn't plus infinitive. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يكون الدرس فادكم إن شاء الله. مع تحياتي مس نرمين سمير.